السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن نحييكم من جوار بيت الله الحرام وأن نهنئ حجاج بيت الله والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وحجاج بيته صالح الأعمال وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان، كما نسأله سبحانه أن يوفق حجاج بيته لإكمال نسكهم في هذه الأيام المباركة وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.